دكتور أستاذ أحمد، يعني إذا كان هناك من يعتقد فعلا أن هناك هيئة أو جهة مستقلة في العراق، فحقيقة هذه مشكلة. يعني بالنهاية المفوضية ستخضع للضغوط، هذه حقيقة، هذا هو الواقع السياسي في العراق. يعني لا أريد أن أدخل في من كيف جاءت المفوضية، من يدير عمليا المفوضية، من يهيمن على قرار تخضع المفوضية. شو السوي؟ لا أريد أن المفوضية خضعت خضعت يوميا يوميا مؤتمر صحفي ويوميا بيان والسلم الاهلي بخطر ويوميا شباب نزلوا استعدوا خضعت. ايش قد اقدر اغير؟ ايش قد اقدر اغير يعني؟ عزيزي احمد فضل. لنرجع الى ما حدث في عام 2010 كيف خضعت المفوضيه؟ لنعود الى عام 2018 كيف خضعت المفوضيه؟ تتذكر يعني هاي فقط حتى طرفه تتعلق بقضيه التطابق 100%. هل تتذكر ماذا قالت المفوضية في العام 2018 بعد عدو الفرز الجزئي؟ قالت بالنص. لا توديني على ذيك المفوضية دكتور. 100% ولكن تغير 13 نائب. دكتور يعني لا توديني على مفوضية 2018. لا وين مودي؟ ولا توديني على 14 ولا 10. لا لا المناخ السياسي نفسه وبالتالي الضغوط السياسية نفسها. واهم من يعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للحديث عن هيئة مستقلة. هذا كلام لا معنى له في العراق. بالتالي المفوضية ستخضع، خاصة وأننا لا نتحدث هنا، وهذه القضية الأساسية اللي يغفلها الجميع، لا وجود لشيء اسمه صراع سياسي في العراق. هناك صراع مسلح، نحن نتحدث هنا عن صراع بين مسلحين، وبالتالي السلاح له كلمة. يعني الفتح ومن معها ليست حزبا سياسيا ستعترض ثم ستقبل بالنتائج على علاتها. هناك سلاح سيحكم.